واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى الدراري تكونوا كاملين بجاوبكم ما تتفرجوا في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبدا الدراري الفيديو كيف العاده ما تنساش خلي معك لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك اذا عجبك الفيديو، وما تنساش خلينا شي كلمه زوينه في الكومنتير، راه كنقرا كاع لي كومنتات الدراري وكنجاوب كل شيء. وقبل ما نبدا الفيديو الدراري بغيت نشكركم بزاف على السيبور ديالكم في كاع لي فيديوز وحتى في اللايف. وبالنسبه للدراري اللايف راه ما غنبقاش نديرو في يوتيوب، بغينا نديرو شي في بلاتفورم واحده اخرى، ونجوما اللي يقولوا لي فين بغيتو نديروه، نشوف اكثر عدد الناس باغيين شي بلاتفورم فين ما كان غنديروه، ويقدر يكون الدراري يوميا على حساب اذا كنتو باغيين نتوما. ونهار الجمعه الدراري في الليل يقدر يكون لايف يكون في يوتيوب على حساب الناس اللي عندهم شي لعيبه في سمارت كراكا وشي مشاكل. نقدر ندير بحال هكاك واحد لايف حتى الساعه المكان ولا الساعه ونص، نحلو شي مشاكل بالنسبه للدراري اللي عندهم مشاكل في سمارت كراكا وشي حوايج اخرى في بيسك. صوت اللي كان دايرين نخليكم مع الفيديو. سو دري كيما تشوفوا هذا هو النهار ديالنا، نخليكم ليا ديرو في الديسكريبشن كيف العاده، غادي نوري فيك الضغط بهذا الشكل هذا. غادي يخرج لنا ملف بهذا الشكل هذا، غادي ندخلوا ليه هنا، ما غادير والو، غندخل لهذا الملف هذا الدرايفر بهذا الشكل هذا، وغنديروا سيت اب، نديروا يس. وكيما تشوفوا الخوت هذا البرنامج ما كيحتاج لا تثبيت لا حتى حاجه، اون فوا كتدخل ليه كيعطيك هذه الواجهه هذه سهله وبسيطه، ما فيهاش شي حاجه فيها التعقيدات، داكشي ساهل وبسيط. صافي دابا نمشيو نشوفو فري فاير ونشوفو دابا نوريكم الام لي عندي كيفاش دير. الام عادي الخوت، صافي دابا الخوت غادي نجيو للبرنامج ديالنا ونوريكم الطريقة كيفاش تقادو داكشي. غنجيو هنا لهاد الفلتر اون ديفايس، غنكروشيو على هاد الشكل هدا وغنخليوها اون، باش تكون الفلتر غتكون يس. غنجيو هنايا لسيليكت ريتش، غادي نختار هنايا بحال قلتي بحال دي بي اي. غنوريكم في الاول كيفاش كتكون، غنوريكم في الاول كيفاش كتكون. الا درنا مثلا 31، فاش غنديرو مثلا 31 غنديرو انستول بهذا الشكل هذا، انستول سيرفيس كما تشوفوا الدراري، او بحال قلتي غادي انستال معنا هذا الشيء هذا. ملي غدير انستول سيرفيس غتورك على ريستارت عاوتاني باش يتعاود من الاول. اوكي باش تشوفوا الخوت، شو السوري كيفاش كتولي، تولي بحال مرخيه بحال ديك السوريات القدام ديال السيبير ولا شي حاجه بحال هكا. كيما تشوف الام ناقص بزاف، انا نوريكم كيفاش، نعطيكم فكره كيف باش تعرف، وخفيف بزاف ما يشدش ما يشدش، عيان عيان الام تنطلعو بزاف. والو ما كيبقوها مع هادشي ناقص. غنجيو نخلو مثلا غنديرو 162، غنديرو انستون سيرفيس وغنديرو ريستارت. تشوف معايا شويه بدا كيتحسن الان ماشي بحال الاخر، ولكن حتى هو هي والو هو ناقص. غنجيو نديرو كل واحد، انا نقلبو الام لي غيكون مزيان، الغالب غيكون يا اما 500 يا 1000، هادي باينه. غنجربو 125 وغنديرو انستون سيرفيس وغنديرو ريستارت. كل مره كنعاود فيها الام كنحس بيه، ملي غتشدو السوري في يديكم غتحس بالام ولا بحال قلتي مشدود مزيان مخدوم. هادشي بدا كيخدم كيف باقي نقص. اوكي غنمشيو دابا عاوتاني، نمشيو دابا نشوفو 250، نجربو 250، نحاول نجرب معكم الدراري كلشي باش حتى واحد يقول لي راه ما خدمش لي مزيان ولا شي حاجه بحال هكا. نجرب دابا الام، واه الام كيبان لي بحال مشدود ناضي بحال ماشي. كنقول لك انا فين غدير هادي غتولي عندك، انا مابقاش سيتين مابقاش سيتين. يب
واخا هكاك زوين. كومي تقدر تعاود ليه في بعض المرات. غنشوفو دابا غنجربو 500 ونشوفو كيفاش غادي تكون. غنديرو انستان سيرفيس ريستارت بهذا الشكل هذا ونشوفو دابا الان كيفاش دير. اوكي اوكي نايس نايس. مبيش مبيش. المهم خاصك تكون قاد تكون قاد السيشن بلا غادي يخدم داك الشيء. انا مقاد السيشن مزيان واخا اوكي. انا غنمشيو لخوتنا اخر وحده وغادي نجربوها هي الالف. غنديرو الالف وغنديرو انستول سيرفيس وغنديرو ريستارت. تحسو بالام مشدود مشدود بزاف. بعد المرات كيشد ليا فوق الراس خاصني نحاول نقص من الإكريك عندي شويه باش نوض على الشوطجان. هذا راه واو صراحة. وات ذا فوك اصاحبي سوا تاني. نتمنى تكون كامل استفدتوا في هذا الفيديو وما طولتش عليكم. و متنساش عجبك الفيديو متنساش خلي معاك لايك وسبسكرايب. تصور شي ديك في هذا الفيديو تاني. نتلاقاو في فيديو جاي. بيف.